المية ما فيش صغار هلبة ومشكلة المية ما فيش تعبانين هلبة ونجينا كلهم تعبانين نشكو مية مشكلة مية والله هي أس الحياة والله العظيم الغاز ما فيش حتى هو من طبيعة الحال نطيبه على الضي وكان هرب الضي نقع مزو خلاص نجيبه حطب من برا نطيبه به خلاص والله المية طول الوقت الحاضر ناقصه شوية والشغل اللي هيك ضروري ناقص المية طبعا تجي 3-4 أيام ناقصه.